السلام عليكم، كيفكم شباب صبايا؟ طبعا درسنا اليوم ان شاء الله بروبورشن. طبعا حنبلش بال we will continue on the second part. طبعا our objective today are three objectives. First, to deduce the relation between ratios and percentage. Second, to find part of a number, how to find part of a number. Third objective, to solve exercises using rules of percentage and ratios. Let's start. Let's start by the relation between ratios and percentage. As you can see in this figure, there is the red part. طبعاً red part, you can say that there is half. In the red part, هو عبارة عن half of the circle, or you can say that red part هو 50% of the circle. The same meaning but in different way. فإذا we can say that the ratio of red part هو half, اللي هي عبارة عن ال part اللي هو one part from mean from 2, اللي هي 1 over 2. فإذا في السنتج إن الراتيو هي عبارة عن ال part على التوتال، مثل ما شايفين بالرسمة إن أنا عندي one part هون from two part from the circle. Also we can say that the percentage of red is 50%. طبعا both هن are equal but in different way. So ال half اللي هي بتمثل 0.5 هي the same of 50%. على الفيفتي أكيد ما بنقول بتساوي للفيفتي، لأنه فيفتي أكيد من 0.5. أنت بتعرف البيرسنت يعني أوفر 100، فإذا 50 أوفر 100، فإذا أنا هون صار فينا أقول الهاف هي نفس الفيفتي بيرسنت. طب الهاف هي مين؟ هي بارت أوفر توتال، والبيرسنت هي مين؟ هي البيرسنت اللي هي 50 على 100، فإذا طلعنا بأول رول، فإذا من هون استنتجنا إنه البارت على التوتال هي البيرسنت على 100. هلا كمان فينا استنتج انه انا اذا بدي البيرسنت اذا عملنا كروس، طبعا خلينا نضرب البيرسنت خليها هون بدون ما اضربها بشي، واعتبر انه هيدا ايه، هيدي كلها هي الايه. بعدين البيرسنت شو بتساوي؟ 100 ضرب البارت تايم توتال، فاذا هاخد المية واضربها بمين؟ بهيدي. فاذا البيرسنت بتساوي بارت تايمز اوفر توتال تايمز 100. طب البارت على التوتال هي مين؟ البارت على التوتال هي الريشيو. فاذا انا اذا عندي الريشيو فين دغري اضربها بمية، فاذا انا بقدر مثلا اقول الهاف لو ضربت هيدي الهاف اللي هي 0.5 ب 100 بحصل على مين؟ على البيرسنت. هلا خلينا نشوف how to find the part of a number. How to find part of a number. Example. مثلا calculate 1/5 of 100. 1/5 يعني 1 over 5. مثل ما نقول 1 quarter. 1 quarter يعني 1 over 4. 1/3 يعني 1 over 3. 2/5 يعني 2 over 5. فإذا هلا ال of هون بننتبه لها، ال of هي بتعني times. فإذا لما بنقول of a number يعني كأن عم بقول times a number. فإذا أنا بقدر أقول 1/5 يعني 1 over 5، ال of يعني times 100. هاي هي ببساطة موضوع how to find part of a number is equal. طبعا نضرب بنحطها على 1 نضرب بتصير 100 times 1 100، و 5 times 1 5، so it is 100 over 5 is equal 20. Another example. Calculate 25% of 60. طبعا قلنا ال of هي times. 25% هي 25 over 100 of يعني times times 60 is equal. حطها على 1 بتصير 25 times 60 over 100 اللي هي بتساوي 15. خلينا نشوف طريقة عكسية، another يعني vice versa. أعطي ال number مطلوب مني أوجد ال number، يعني أعطي ال part عفوا أطلب ال number. فإذا 22 is 40% of a number. قدي النمبر اللي هون أعطاني إياه؟ أعطاني هيدا البارت. فإذا هيدا اللي أعطاني إياه هون 22 هي البارت، هي مش التوتال، هيدا هو البارت. وأعطاني إنه 40%
من النمبر هي بتاعت 22. نحن بنعرف 40% of a number، حنفترض النمبر x، إذا حنفترض النمبر x مثل ما عم بقراها 40% of x، فإذا 40% of يعني times مين النمبر اللي هو x is قد إيه is شو يعني equal is equal 22. هلا طبعا بنقدر نقسم ال 40 على 100، حيصير عندي 0.4 x equal 22. فإذا قسمنا 40 على 100 صار عندي 0.4. إذا بتعرفوا معناته المضروب بالاكس بتصير على، فإذا x equal 22 over 0.4 يعني x equal 55. So the number عليك تجاوب على السؤال is 55. هلا خلينا نشوف how to solve exercises using the previous rules. اللي هن مين؟ إنه ال بارت على التوتال بتساوي البيرسنت على 100، الرول الثاني اللي قلنا البيرسنت بتساوي نمبر على التوتال او البارت على التوتال ضرب 100، ورول نمبر 3 انه البيرسنت بتساوي الريشيو تايمز 100. شو عم بقول؟ ان كلاس ذير ار 40 ستودنتس، اف 16 ستودنت باس ذا ماس اكزام، فاذا اللي اعطاني اياه انه 16 هن باس ذا اكزام من مين؟ من التوتال، فاذا هيدا بارت وهيدا مين؟ هيدا التوتال، هيدا مين؟ هيدا البارت، بارت منهم هو 16 باث. المطلوب مني شو؟ قد ايه البيرسنت اوف، فايند ذا بيرسنت اوف ستودنت هو فيلد ان ذا ماس اكزام، بدل انا مطلوب مني اعرف قد ايه الفيلد، برسنتج اوف فيلد. فنحن عندنا الرول بقول، طبعا هون ما فينا نستخدم برسنتج ايكوال ل النمبر على تقدر 100 مباشرة، لأنه أصل مين نمبر أوف فيل. هلا هون عندي أكتر من طريقة. الطريقة الأولى بيرسنت هي البارت على تقدر 100. هلا من البارت أنا المعية تبع الباس، إذا الباس 16 فإذا بدي أعرف إنه الفيل، الفيل هو شو هيكون؟ التوتال اللي هو 40 ماينس مين؟ ماينس 16، بيطلع قد ايه؟ بيطلع 24. فإذا ما عرفت الفعل عددهم، فإذا فينا نستخدم القاعدة البيرسنت هي البارت على التوتال ضرب 100. قد ايه البارت اوف فيل هو 24 وعلى التوتال 40 ضرب 100، نضربهم بيطلع 60%. ما نظر مثل. هلا ممكن أنت ترجع للرول الأساسي، بالنهاية هو الرول هيدا بتستخدمه على طول. انا عندي الرول الاساسي بقول البارت على التوتال بيساوي البيرسنت على 100، البارت هو قد ايه؟ 24، والتوتال هو 40، والبيرسنت بدي اطلعها على 100. طبعا 24 على 40 بقدر اقسمها هيدي، اذا قسمتها بتعطيني 0.6 هي اللي شفتوها. فاذا 0.6 equal بيرسنت على 100 نقدر نعملها كروس، قطع على 1 بطلع البيرسنت ايكوال، نبلش من جهة الانون، اذا ضربنا البيرسنت ب 1 بطلع بيرسنت ايكوال 0.6 تايمز 100، عاصي ضرب هدول واللي هي 60% اللي هن مين؟ الفيلد. هلا ممكن حدا يفكر بطريقة تانية يقول انا بطلع البيرسنت للسكسيد او للباست وساعتها بطلع البيرسنت للفيلد. هلا اذا انا بدي اطلع البيرسنت اوف سكسيد هي بتساوي البارت على التوتال ضرب 100. هلا البارت هون 16 لانه انا عم طلع للباست على 40، بيطلع عندي انه الباست 40%. طب اذا 40% باست شو معناته؟ معناته وانتم بتعرفوا انه كلهم هن التوتال هو 100%، فاذا الفيلد هن ريميننج اللي هن قد ايه؟ 100% ماينس 40 بيطلع 60%، شو مالهم؟ فيلد. هلا بالنسبة ل another example، مثل هون إذا بتلاحظوا بهيدا السؤال شو عم بيعطيني؟ The students of a school are distributed in the following way. كيف مجزئين هدول الستودنت؟ لثلاثة بارت، أول بارت 47% هن انت elementary يعني ابتدائي، 27% intermediate، 100 student in secondary section. يعني معنى تاني عندي أنا مدرسة فيها ابتدائي ومتوسط وثانوي. الابتدائي نسبتهم 47% والانترميديت 27%
بس اذا بتلاحظوا انه السكندري ما اعطاني البرسنتج تاعيتهم، وهو اللي طلبوا مني اول بارت. شو طلب مني؟ عم بقول لي what is the percent of secondary section. طب مازال انا المدرسة كلها هي عبارة عن هيدول الطلاب، يعني هن 100%، فاذا البرسنتج للسكندري حتكون عبارة عن شو؟ عن 100% ناقص الاذر بيرسنت. طيب الاذر بيرسنت مين هن؟ هن 47 و27 تاعون الالمنتري والانترميديت، فهي 100 ناقص مين؟ البيرسنت الاولى اللي هي 47 و27 اضل للسكندري نطرحهم بيطلع 26%، لان اذا جمعنا 47 مع 27 بيطلع 47 عفوا 74% 74%. اذا شلنا 100 من ال 74 بيطلع 26%. على الجزء الثاني شو طالب من السؤال؟ calculate the number of student of this school. طبعا اطلع ال number of student، انا صار معي بيرسنت، يعني انا هون صار فيني استنتج انه هدول ال 130، هدول ال 130 اثبتن قد ايه صارت 26%، عشان اعرف شو صار معي. صار انا معي انه السكندري هن 26%، فاذا بستخدم القاعدة السي بارت على التوتال ايكوال بيرسنت على 100. طبعا ليش استخدمتها؟ لان انا بدي التوتال ومعي الطار البيرسنت ومعي البارت اللي هو 130، لان البارت اوف سكندري بيمثلوا 130 من توتال نمبر. فاذا صار فينا اقول البارت اللي هو 130 على التوتال بيساوي 26 على 100. هلا يمكن تقول لي ليه ما استخدمت 47 وليه ما استخدمت 27؟ لانه 47 ما مع النمبر. لو قلت لو استخدمته احط 47، يعني لو انا اجيت اتيت استخدمت اللي فوق احط البيرسنت 47 على 100، البارت قد ايه ما معي والتوتال تو انه ما بتزبط معي. نفس الشيء للانترميديت. التريك بهاي الاسئله انه انا ممكن اعطي التوتال نمبر واطلب الاذر بيرسنت، او ممكن اعطي نمبر مع بيرسنت واطلب التوتال نمبر، مثل هيدا السؤال. هلا بعد شوي حتشوف طريقه معاكسه، يعني مع التوتال بدي البيرسنت. فاذا من السكندري صار فينا طلع مين؟ البيرسنت. فاذا قلنا 130 اللي هو البارت على التوتال بيساوي البيرسنت هي 26 على 100. طبعا بنقدر نقسمها 26 على 100 بيطلع 0.26، بنحط على 1 بنعمل كروس، بلشوا من جهة الانون بصير 0.26 توتال ايكوال 130 ب 1 هي 130، ومعقول المضروب بتعرفوا بتصير على، فاذا بيطلع التوتال ايكوال 130 130 اوفر 0.26 بيطلع 500 ستودنت، هيدا التوتال نمبر. خلينا نشوف هذا المثال. في عندي كوليج فيها 575 ستودنت. طبعا هون اذا بتلاحظوا الفرق انه هون اعطاني التوتال نمبر، بينما بالسؤال الماضي ما كان اعطاني توتال نمبر طلبه. فهون مع مين؟ معي التوتال. فاذا التوتال نمبر 575. في عندي ريسيرش واز دان اند ذا فولوينج ريزلت وير استيميتد. فاذا هي النتيجه اللي حصلنا عليها. عندي 80% هن اللي بيمشوا بالكار، عفوا او بوصلوا بالكار، يعني اهلهم بوصلوهم مثلا، او ممكن هن بروحوا بالسيارة. في 92 student come on foot، بيجوا مشي. ال 1/5 اعطاني ال 1/5. هون انتبهوا لما يعطي fraction، يعني هيدي ratio، انتبهوا لهيدي ratio، والratio انا بس اضربها ب 100 تحولت ل percent. احنا قلنا البيرسنت هي علاقتها مع الريشيو، انه الريشيو بضربها ب 100 بتصير بيرسنت مطلوب، والاذر كان باي باس. فاذا عندي هاي الاربع كاتيجوري، هاي الكوليدج عبارة عن اربع كاتيجوري، في جزء منهم كان باي كار، جزء باي فود، في بايسيكل، وفي باي باس. شو المطلوب مني؟ اول بارت هاو ماني ستودنت كان باي كار. هلا اذا بطلع على الكار اعطاني 8%، فاذا بده قديه اللي بيجوا باي كار. اذا مع البيرسن هدول 8% من ستودنت، يعني من التوتال. فاذا بقدر اقول مثل ما عبرها 8% اوف ستودنت. شو يعني 8% اوف
student يعني هلا ممكن نشتغل بهاي الطريقة، وهلا بقول طريقة تانية. فاذا الطريقة الأولى تشتغلوا على القواعد الأساسية، بارت على التوتال بيساوي البيرسنت على المية، البارت هو ما معي التوتال 575 والبيرسنت 8 على 100. طبعا فينا اقسم ال 8 على 100 بتطلع 0.8 وبحط على 1 وببلش من جهة ال الانون. فده هون بنحط على 1 ونبلش من جهة الانون، بارت 1 بطلع بارت ايكوال 0.08. طبعا هون انا غلطان، هون 0 بوينت لانه 8 على 100 0.08. فاذا تايمز 575 بيطلع 46 ستودنت كم باي كار. الطريقه الثانيه مثل ما انا عم بقراها، شو قال لي 80%، فاذا اور سكند ميثود مثل ما عم نقراها 80% اوف يعني تايمز student لان مين 575 تضربون وبيطلع 46. فاذا فيكو تحلوها بطريقتين، يا اما على الرول يا اما بهاي الطريقة مثل ما عبارها 8% من student يعني 8% off يعني times وبيطلع معي 46. فاذا انا صار فينا اعرف من هون صار عندي 46. هلا بدو مين؟ بدو ببارت 2 percentage by bicycle. هلا البايسيكل اذا بتلاحظوا اعطيني 1/5 اللي هي الراتيو. اذا انا عندي 1/5 الراتيو بضربها بمية دوري، فاذا لطلع البيرسنت اوف بايسيكل. طبعا ليه ما فيني اشتغل بالقاعدة بارت على التوتال؟ لانه ما معي بارت، ما معي نمبر، عشان هيك مضطر اشتغل على هاي الطريقة. فاذا بقدر اقول بيرسنت هي الراتيو تايمز 100، الراتيو هي 1/5 تايم 100 بيطلع 20%. فاذا انا صار فيني اعرف انه هون عندي البايسيكل هن 20%. هلا بنيجي لمين؟ للفوت. الفوت هن 92 ستودنت، يعني انا معي العدد ومع التوتال. فاذا بقدر اقول انه البيرسنت هي البارت على التوتال ضرب 100 دغري، بدون ما نشتغل بالرول الاول نشتغل بالرول الثاني اللي هي البارت على التوتال ضرب 100 مع البارت مع التوتال بيطلع معي البيرسنت. بارت سي شو بده؟ باي باس. هلا انا صار معي الفوت 16%، لازم تحطوا كل شيء طلعتوه. اذا بتلاحظوا صار كل البيرسنت معي 8% ومعي 20% معي 16%، يعني انا صار معي 3 بارت، بدي الرابع بارت. وانت بتعرفوا كلهم كبارت ان 100% كتوتال 4 بارت بكونوا 575 ستودنت. فاذا اللي طالبها هي باي باس. طبعا ما فيني اشتغل بالقواعد اللي معي، بس انا لانه ما معي لا نمبر ما عارف قد ايه البيرسنت تاعيته، انه ما فيني اقول بارت على توتال. بقدر اقول انه البيرسنت للسكندري هي المية من المية اللي هي التوتال ماينس الأذر بيرسن. طبعا ليش اشتغلنا بهاي القاعدة؟ لأنه كل البيرسن تاعون الأذر بار صاروا معي، الأذر صاروا معي. فإذا المية ماينس الأولى هي 8%، الثانية هي 16%، والثيرد هي 20%. إذا جمعناهم بطلع 44، 100 - 44 بطلع 56%. هدول باي كم باي باس. طبعا هون كأفكار نحن خلصنا. اللي بدي اقوله بالاخير انه الفكرتين هدول اخر فكرتين شرحناهم the last two ideas. الديفرنس بين them انه ممكن انا بالفيرست اذا بتلاحظوا التوتال ما كان معي، بس بالاخير اعطيت نمبر وبيرسنت لنفس الايتم واستخدمتها لطلع التوتال. فقلت البارت على التوتال بيساوي البيرسنت على 100، التوتال بدي اياه وعملت كروس وطلعتها. بالمثال الاخير اللي اشتغلنا فيه هلا اذا بتلاحظوا اعطاني البارت واعطاني البرسنتج واعطاني التوتال وصار يطلب مني البرسنتج. ساعتها انا بشتغل على القواعد اللي معه بشوف اي الانسب، ويوجوالي one of them
one of the percentage هتطلع معي بهي 100 minus the other person. يلا بشوف بآخر إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله بدنا نشتغل على percent بس على increasing decreasing. السلام عليكم.